والمنطلقة في هذا المساء. نسير مع البداية ونتابع الصدارة، نتابع المركز الأول والصدارة الأولى. هناك من حاف على المركز الأول من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، من يقدم لنا من حاف على الصدارة المركز الثاني. ثاني المراكز، هناك الوصول أيضا من هناك الوصول ايضا من دمعة، تتقدم دمعة من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، من يقدم لنا دمعة على المركز الثاني والمركز الثالث. هذه هي مياسة من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير ثالثا، والمركز الرابع رابع المراكز مشاهدينا الكرام. هناك المركز الرابع، اتابع التحدي واتابع هناك بشاير لهجن الرياسة، تتقدم بشعار هجن الرياسة خلفان بن محمد الظاهري، يقدمها في عملية التضمير والتدريب. خامس المراكز، المركز الخامس هناك بن صغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بالعرطي الحمير، يقودها في عملية التضمير والتدريب. سادس المراكز، المركز السادس هناك الوصول والتقدم من لمسة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم راشد بن خميس الغويص، يقوده في عملية التضمير والتدريب. سابع المراكز الشاهنية لهجن الرياسة، هناك لهجن الرياسة أحمد بن مطر بن مايد الخيل، يقوده في عملية التضمير والتدريب. المركز الثامن، ثامن المراكز، هناك وقار، تنطلق وقار لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم حمد بن علي العويس، يقوده في عملية التضمير والتدريب. المركز التاسع، تاسع المراكز، هناك دغشة لهجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، من يقدم لنا دغشة على المركز التاسع والمركز العاشر. عاشر المراكز، هناك الوصول من الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن سالم الينيبي، يقوده في عملية التضمير والتدريب. هكذا النتيجة للعشرة المراكز المنطلقة، ولكن نعود مع البداية، نعود مع الصدارة، نعود مع المقدمة الأولى، حيث تواجد من حاف على القيادة لهجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، من يقدم لنا البداية دمعة مع المركز الثاني لهجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. المركز الثالث، هذه هي مياسة لهجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. المركز الرابع، رابع المراكز بشاير لهجن الرياسة خلفان بن محمد وخصيبة الظاهر، يقوده في عملية التضمير والتدريب. خامس المراكز، هناك الوصول أيضا من الشاهنية لهجن الرياسة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي. سادس المراكز، المركز السادس لمسة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم راشد بن خميس الغويص، يقوده في عملية التضمير والتدريب. سابع المراكز، المركز السابع بن صوغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بالعرطي الحميري. ثامن المراكز، هذه هي وقار لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم حمد بن علي العويسي، يقوده في عملية التضمير والتدريب. المركز التاسع، هناك من دغشة تنطلق مع المركز التاسع لهجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. وعاشر المراكز، هذه هي الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن سالم الينيبي، يقوده في عملية التضمير والتدريب. هكذا النتيجة ونداءنا الثاني للعشرة المراكز المنطلقة، ولكن نعود مع البداية، نعود مع التغيير على البداية الأولى اللي غيرت مشاهدينا الكرام وانطلقت بناموس هذا الشوط. يا سلام يا سلام، هي أيضا من تقود المسار الأول، من حاف على المركز الأول، من حاف على الصدارة لهجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، من يقدم لنا من حاف على الصدارة المركز الثاني. هو
هناك دمعة على المركز الثاني لهجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. مياسة مع المركز الثالث لهجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. والمركز الرابع رابع المراكز هذه هي الشاهنية لهجن الرياسة أحمد بن مطر بن مايد الخيل يقوده في عملية التضمير والتدريب. خامس المراكز بشاير بشاير لهجن الرياسة أيضا تنطلق مع المركز الخامس خلفان بن محمد وخصيبة الظاهر يقوده في عملية التضمير والتدريب. سادس المراكز الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن سالم النيبي يقوده في عملية التضمير والتدريب. ومن الجانب الآخر وقار لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم حمد بن علي العويسي يقوده في عملية التضمير والتدريب. ولكن نعود مع البداية، نعود مع الصدارة، نعود مع الأمتار الأخيرة، نعود مع البداية. البداية مشاهدينا الكرام دمعة دمعة على المركز الأول، دمعة لهجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. ولكن التسلل التسلل من الشاهنية، تسللت الشاهنية لهجن الرياسة أحمد بن مطر بن مايد الخيل الفيلسوف يقدم لنا الشاهنية على المركز الأول. دمعة مع المركز الثاني لهجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. المركز الثالث المركز الثالث وصلت بشاير من هجن الرياسة. هناك خلفان بن محمد بخصيبة الظاهر يقوده في عملية التضمير والتدريب. والوصول من مياسة لهجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. والوصول من الرباعة وصلت الرباعة لهجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. ولكن نعود مع البداية، نعود مع دمعة، دمعة على المركز الأول، دمعة مع الصدارة لهجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. من يقدم لنا دمعة على المركز الأول؟ الشاهنية مع المركز الثاني لهجن الرياسة أحمد بن مطر بن مايد الخيالي وبشاير. تتحرك بشاير لهجن الرياسة خلفان بن محمد وقصيبة الظاهري الظاهري على ثالث المراكز. والمركز الرابع هذه مياسة لهجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. ولكن نعود نعود مع الأمتار الأخيرة، نعود مع دمعة الشاهنية. دمعة ولا الشاهنية؟ دمعة على المركز الأول، دمعة على الصدارة لهجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. والمحاولات الأخيرة، ولكن هناك هناك أيضا بشاير بدأت تتقدم، وهناك وصول وصول أيضا الوصول والتحدي الرائع أيضا لهجن العاصفة. هناك مياسة ولكن دمعة، دمعة على المركز الأول، دمعة على الصدارة لهجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. من يقدم لنا دمعة؟ ولكن الشاهنية 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 دمعة اللحظات الأخيرة اللحظات الخطيرة. دمعة دمعة تهانينا والناموس لهجن العاصفة على فوز دمعة بالمركز الأول. والثانية موصولة للواثق حمد بن راشد بن غدير. الشاهنية مع المركز الثاني لهجن الرياسة. المركز الثالث كانت فيه أيضا مياسة لهجن العاصفة. المركز الرابع كانت فيه بشاير من هجن الرياسة. والمركز الخامس كانت فيه أيضا الرباعة لهجن العاصفة. هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام للخمسة المراكز المتقدمة. نعود مشاهدينا الكرام بالتهنية لهجن العاصفة على فوز دمعة بالمركز الأول. والتهنية موصولة للواثق حمد بن راشد بن غدير. 9 دقائق 8 ثواني جزء واحد يتيما من الثانية. تهانينا وناموس لهجن العاصفة على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني كانت فيه الشاهنية لهجن الرياسة. والتهنية موصولة أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. 9 دقائق 9 ثواني 5 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لهجن الرياسة. والتهنية موصولة لأحمد بن مطر بن مايد الخيالي. المركز الثالث كانت فيه مياسة لهجن العاصفة. والتهنية أيضا موصولة للواثق حمد بن راشد بن غدير. 9 دقائق 9 ثواني 8 أجزاء من الثانية هو توقيت مياسة. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، لازلنا نتواصل ولازل التواصل والحديث.